بهذه المناسبة أود أن أشكر كل من ساهم وشارك في تقديم هذا التقرير الرابع للوطن العربي وللمواطن العربي. فلكل من ساهم في هذا التقرير أسمى آيات الشكر والتقدير، لأنهم برهنوا على أن الإنسان العربي والمؤسسات العربية تستطيع أن تبدع إذا أعطيت الفرصة. نحن على مشارف حقبة جديدة من تاريخ هذه الأمة العريقة، وكما تلاحظون أن مؤتمركم في هذا العام يحمل عنوان ماذا بعد الربيع، وهو سؤال كبير في مرحلة استثنائية يمر بها الوطن والمواطن في هذا الجزء من العالم. لا يسعني وأنا أقدم هذا التقرير إلا أن أفتخر وأعتز بما يقوم به المثقف والمفكر العربي خدمة لمواطنيه في جميع أنحاء الوطن العربي. إن عالمنا العربي يتغير في مسيرة لم تصل إلى مداها بعد. إن هذه التغييرات يشهدها الوطن العربي هذا العام ولا زالت مستمرة، خلقت واقعا جديدا في مساره وفي تطلعاته، طرحت معطيات جديدة، مناهج، أساليب للعمل غير مسبوقة، واستطاع الشباب أن يتغلب على قوى الطغيان والاستبداد، ولا زال الطريق طويلا. وإني أدعو المفكرين العرب أن يستفيدوا من هذا التقرير العربي الرابع للتنمية الثقافية من مؤسسة الفكر العربي، كما استفادوا من التقارير السابقة، وأن يضعوا في الاعتبار أيضا متابعة الاستفادة من هذا التقرير من خلال تلك الوسائط الحديثة التي تحدثنا عنها. يأتي هذا التقرير وهذا المؤتمر وعالمنا العربي يمر في مرحلة مفصلية من تاريخه، هو فيها بأمس الحاجة إلى إثبات وترسيخ هويته الثقافية والفكرية بعناصرها كافة المكتنز منها عبر الأجيال وما هو مستجد عليها نتيجة العولمة وسهولة الوصول إلى المعلومة. إن الثقافة هي رمز وحدة الأمة والمعبرة عن روحها وضميرها وهويتها وتطلعاتها، وإنما تبذله مؤسسة الفكر العربي من جهود جادة ومتواصلة في خدمة الثقافة العربية، إنما يمثل تعبيرا صادقا عن الحرص على مصلحة هذه الأمة، ويعبر عن إدراكها لدور الثقافة ورسالتها في بناء الأمة وتطورها وتحصينها وتعزيز مكانتها وتشكيل وعيها والمحافظة على وحدتها وتماسكها. أهنئ مؤسسة الفكر العربي على إنجازاتها النوعية، وأشكرها على إسهاماتها المتميزة في خدمة الثقافة العربية متابعة ورصدا وتقييما، وأغتنم هذه الفرصة للدعوة إلى مزيد من الشراكات الثقافية العربية سواء بين بلدان الوطن العربي أو بين مؤسساته الثقافية المختلفة.